مريم سأرجع أمشي تشوفي سيدة سبح الزهراء مولدة بقسم الولادة بالمحمدية مدة 38 سنة هنايا، واليوم كنشكر كاع النساء ديال العالم اللي كيحتفلوا بهذا اليوم العالمي للمرأة، وسيرتو المرأة المناضلة، المرأة المكافحة اللي كتكافح من أجل وصول الأهداف ديالنا النسائية. وكنشكر هذه الجمعية اللي جات اليوم وشرفاتنا وجات وفرحت العيالات اللي ولدوا اليوم، فرحتهم هما وليداتهم، دخلت عليهم واحد الفرحه كبيره اللي ما كناش منتظرينها زعما. فاليوم فاجئونا، ودائما هما كيسعوا لصالح المراه والمتطلبات تاع المراه طول العام، من غير هذا اليوم، طول السنه، طول العام كنشوفهم كيجيو كيناضلوا، كنصيفط لهم نساء كياخذوا بيدهم، وكنشكرهم جزيل الشكر. وشكرا كاع الطاقم اللي جا اليوم وفرحنا، كيشجعنا على المواظبه والعمل حتى الاخير. شكرا. اليوم ان شاء الله ولدوا دابا على هذا الصباح، ان شاء الله تزادوا واحد ثلاثه البنيات وجوج وليدات في هذا الصباح. المبروك على جميع النساء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسمي وباسم كل الجمعيات الحاضرين اليوم في مستشفى الأمير مولاي عبد الله، كنبغي نشكر جريدة الجهوية بريس للحضور ديالها في شخص كل من الأخ طارق وكذلك الأخ مروان اللي دائما كيكونوا حاضرين لتغطية الأحداث اللي كنديروا. اليوم تواجدنا في اليوم العالمي للمرأة 8 مارس داخل مستشفى الأمير مولاي عبد الله وخصوصا في قسم الودادات، لنحتفل مع كل النساء اللي اليوم ولدوا في داخل المستشفى. دونك شكرا خاص لكاع الناس اللي ساندونا، شكرا للسيد مدير مستشفى الامير مولاي عبد الله، شكرا للسيد المندوب، شكرا للدكتوره ريم اللي كانت حاضره وساره على انجاح هذه المبادره هذه، شكرا للجميع اللي ساج فام ديال هذا القسم هذا. وكذلك كنبغي نشكر جمعيه ايواء للنهوض باوضاع المتشردين وكذلك اصدقاء جمعيه ايواء اللي حضروا معنا اليوم، وشكرا لكم. ودائما اخر كلمه تحيه للمراه المغربيه، للمراه العربيه، للمرأة الفضالية، ولكل المجهودات التي يقومن بها. شكرا لكم.